مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم معنا في اطلاله جديده على اللي بيحصل في مصر وفي محيطها الاقليمي والدولي. وربما دايما يوم الجمعه تحديدا بيكتسب اهميه خاصه لانه بيكون تتويج ولملمه لكثير من الاحداث المهمه اللي بنتناولها مع حضراتكم بالمتابعه والتحليل على مدار لقائنا معاكم اللي بيمتد لحوالي 11:30 مساء بتوقيت القاهره. نبتدي معاكم بجولتنا المعتاده، وفي البدايه وفي اول محطات هذه الجوله نتوقف مع استضافة المتحف المصري الكبير احتفالية موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر، ورسم صورة لقناع الملك الشاب توت عنخ آمون بأكواب القهوة. بالتأكيد شكل غير تقليدي وجديد، ويعني مقاربة تاريخية، وبالتأكيد فكرة كمان أنها تكون مدرجة ضمن رقم قياسي جديد يضاف إلى هذه الموسوعة ويحمل الهوية المصرية. هي مسألة لها دلالة كبيرة جدا تستحق أن احنا نتوقف عندها كثيرا بكل ما تمثله من بعد إيجابي. أكد مدير عام آثار الكرنك دكتور مصطفى الصغير أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي ستنقل من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير حول المسلة اللي تم نقلها من منطقة صال حجر الأثرية بالشرقية ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف اللي بيربط بين معبدي الأقصر والكرنك، ولا التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك. وأشار صغير إلى أن الأربع تماثيل المقرر نقلها تم اختيارها من بين تماثيل موجودة خلف واجهة المعبد على جانبي الفناء خلف مباني الطوب اللبن اللي تركها المصريين القدماء أثناء أعمال بناء هذا الصرح الأول. ولفت المصدر إلى أن وزارة السياحة والآثار انتهت بالفعل من أكثر من 90% من هذا المشروع، مشروع ترميم وإحياء طريق الكباش، وسيتم افتتاحه أمام الزائرين والجمهور خلال عام 2020. تفقد دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اليوم المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر للوقوف على الحالة الراهنة للخدمات السياحية للنهوض بها ورفع كفاءتها. والتقى وزيري خلال جولته بالمرشدين السياحيين والسائحين، وكانت فرصة سانحة بالتأكيد للتعرف على أبرز التحديات اللي بتواجه العاملين في هذا الإطار، وأعربوا بدورهم عن إعجابهم بما قامت به الوزارة مؤخرا من أعمال لتطوير مسار الزيارة بمعبدي الكرنك والأقصر وعمل مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وتطور طريق الكباش ورفع كفاءة الخدمات بهما. كانت وزارة السياحة والآثار قد نفذت العديد من مشروعات الترميم داخل معبدي الكرنك والأقصر، حيث تم فتح معبدي الأوبت وحسو داخل معبد الكرنك للزيارة بعد ما خضع لي من ترميم وتنظيف في الفترة الأخيرة. ينضم إلينا المزيد من المتابعة عبر الهاتف لما يحدث في الأقصر وأبعاده وأصداؤه الإيجابية الأثرية والسياحية. معنا الأستاذ محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. متابعة حضرتك يا فندم، وإزاي بتشوف اللي بيحصل حاليا في محافظة الأقصر وأعمال تطويرية بتشمل أكتر من مجال، وإيه رسائل إيجابية اللي إن شاء الله بتنجح في إيصالها لطبيعة ما يجري في مصر من حراك سياحي تحديدا في هذه المرحلة؟ كان نقر ان هذا العام كان عام رائع الحقيقه بامتياز، سواء سياحيا او اثريا. وبرضه نقر واقع ثاني ان وزاره الاثار كانت هي الرئه الاساسيه للتسويق للسياحه الثقافيه العامين الماضيين. مجموعه الاكتشافات الرائعه اللي كانت بقياده الدكتور خالد عنان ايام ما كان وزير اثار بس، والدكتور مصطفى وزيري اخرها خبيئه العساسيف، ثم المجهود الرائع اللي اتعمل في معبد الكرنك ومعبد الاقصر لذوي الاحتياجات الخاصه، وده كان اعتقد لمسه حضاريه نقلت مصر الى منطقه كبيره جدا من الاحترام، ثم الانتهاء من طريق الكباش اللي باقي منه جزء بسيط جدا بعد ما الدوله دفعت تعويضات، وانا اعتقد ان ده هيلزمه اكتشاف حدث رائع. كل هذه الامور بيقول ان وزاره الاثار والان الاثار والسياحه عرفت ان السياحه الثقافيه هي العمود الفقري لصناعه السياحه. ما تقوم به وزاره السياحه والاثار
هو ليس فقط الترميم لكن بالتنسيق معنا كلجنة تسويق السياحة الثقافية مسؤول عن تسويق السياحة الثقافية في صعيد مصر، هو بنعمل افتتاحات دورية للمقابر الموجودة، بنعمل افتتاحات دورية. يعني النهاردة بنزور المناطق الأثرية بنقول والله احنا طول عمرنا بنعمل برنامج معين بالترتيب معنا، بيتم التنويع، بنحط مقابر جديدة على حسب الطلب. الحقيقة ما تم اكتشافه هو الأساس في تدفق السياحة الثقافية. ثم تأتي زيارة الدكتور مصطفى وزير النهاردة، الحقيقة اللي أنا بأثمن عليها جدا وبقول إن لأول مرة بيجي حد يقول لشركات السياحة أنتوا عايزين إيه الفترة اللي جاية، أنتوا طلباتكم إيه الفترة اللي جاية، بيقعد مع المرشدين، مع شركات السياحة، مع لجنة تسويق السياحة الثقافية، ما هي متطلبات الفترة اللي جاية، لأن حضرتك عارفة إن كل سوق السياحة من الأسواق، يعني متطلبات السوق الألماني غير متطلبات السوق الأسباني غير متطلبات السياحة الأمريكي في المناطق الأثرية. بيتوضع خريطة بتقول إن الشهر ده فيه تدفق من أمريكا أكتر، فبنفتح مقابر مناسبة لهذا الموضوع. الحقيقة فيه مرونة، فيه هناك ما يشبه، وده طبعا ضمن الملامح المميزة للخطة المتكاملة لتحقيق الترويج السياحي في مصر كما ينبغي أن يكون. الحقيقة ودي خطة التنمية المستدامة التي بتقول إنه ليس هناك، لا يجب أن يكون في مقصد سياحي عاطل. النهاردة الأقصر عادت مرة أخرى بزخم رائع سياحيا، الحمد لله الأقصر السنة دي بتلامس النسب القياسية 2010 بامتياز. الأقصر الحمد لله رب العالمين السنة دي بدأت تفتح أسواق جديدة جدا لم تكن موجودة ومن زمان نسيناها، جنوب شرق آسيا، الصين والهند وكوريا واليابان، ثم أمريكا اللاتينية من الناحية الثانية، السوق الإسكندنافي اللي بقاله فترة، السوق الإيطالي اللي بقاله فترة طويلة متعطل، فالسنة الجاية هيبقى عام السياحة الإيطالية زي ما اتفقنا مع السفير الإيطالي. كل هذا بيقول إن مصر عادت مرة أخرى إلى مكانها، لكن خلينا نقرر واقع. أولا نوجه الشكر للدكتورة ريا المشرف على ما قام به من مجهود. نمرة 2، أنا بأثمن جدا الاختيار الرائع للدكتور خالد علان أن يكون وزير السياحة، لأن هذا اعتراف صحيح وصريح من الدولة بأن السياحة الثقافية تعود مرة ثانية إلى مكانها. نمرة 2 يا أستاذة، إحنا عندنا حدث رائع سيغير من مفهوم السياحة الثقافية في العالم، وهو المتحف المصري الكبير الذي سيكون أضخم على مستوى العالم، فكان يجب اختيار شخصية أثرية تقدر تجدل ما بين دولة. ثم تأتي بعد كده رسالة الله أو هدية الله إلى مصر، وهي رحلة العلا المقدسة اللي بيتم إنشاء من البنية التحتية منها بقيادة الجيش العظيم، تكتمل منظومة صناعة السياحة في مصر. وأعتقد أن مصر يجب أن تعود إلى مكانها الصحيح. والمزيد من التوفيق إن شاء الله للقائمين على هذا القطاع الحيوي جدا في مصر، قطاع السياحة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر. احتفلت وزارة الثقافة بمرور 60 عام على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية. هذه الفرقة هي رمز بارز في تاريخ الإبداع، وتعتبر فرقة رضا من أعرق الفرق الاستعراضية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. نتابع. في شهر أغسطس لعام 1959 خرجت فرقة وليدة إلى النور، عرفت وقتها بفرقة محمود رضا للفنون الشعبية. 60 عاماً مروا على إنشاء هذه الفرقة التي جالت معظم دول العالم وقدمت العديد من الاستعراضات التي حفرت في أذهان أجيال كثيرة. ليأتي احتفال وزارة الثقافة هذا العام بهذه الفرقة التي تعد واحدة من أهم الفرق الاستعراضية التي نقرت الكثير من الفولكلور الشعبي المصري وصدرته إلى العالم في لوحات فنية راقصة حازت على إعجاب كل من شاهدها. لأني هم بصراحة يعني التكريم ده حسسنا بوجودنا وبذاتنا وإن إحنا عملنا حاجة فعلا جميلة، وأنا سعيدة جدا. سعيد جدا بالتكريم، وبنشكر طبعا كل اللي قام بالمجهود ده، بالنسبة للأستاذ عادل عدو، الأستاذ خالد جلال، معالي الوزير الثقافة ناس عبد الدايم. وخلال الاحتفال سلمت وزيرة الثقافة دروعا بأسماء من كونوا هذه الفرقة التي أثرت الحياة الفنية في مصر، أمثال علي رضا، فريدة فهمي، والموسيقار علي إسماعيل، وغيرهم من الفنانين المبدعين الذين انضموا إلى هذه الفرقة. الفرقة دي صنفت في يوم من الأيام ثاني فرقة في العالم كفرقة فولكلور بعد فرقة مصيف،
يعني كانت حاجة وما زالت حاجة كبيرة قوي قوي قوي. تكريم 14 شخصية من مؤسسي ورموز فرقة رضا للفنون الشعبية يأتي في إطار اهتمام الدولة وحرصها على تكريم كل من أثر الحياة الفنية في مصر وانضم إلى صفوف مبدعيها. عمر حمزة، النيل. دوما وفي أكثر مجال التيسير على المواطن المصري بيكون على رأس قائمة الأولويات، وهذا الخبر يصب في هذا الإطار بشكل كبير جدا. وصلت مديريات الأمن بوزارة الداخلية المشاركة في فعاليات المرحلة 10 من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبريات السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية. جاء ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والغذائية لهم بأسعار مناسبة. حقيقية هي التخفيضات في الأسعار على السلع الأساسية ومستلزمات المنزل التي تقدمها مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 10 التي أطلقتها وزارة الداخلية. المبادرة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية تشارك فيها كبرى السلاسل التجارية بأفرعها المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تصل إلى 665، معلن عنها عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء في ظل نسبة تخفيض تصل إلى 50% على بعض المنتجات. أحب أشكر السيد الرئيس على المبادرة، وأتمنى أنها تفضل موجودة لفترة أطول وتتكرر تاني، لأن طبعا احنا لاحظنا الأسعار كلها نزلت في مختلف السلع، الخضار، الفاكهة، الرز، السكر، الدقيق، برضه في أسعار الدواجن واللحوم والأسماك، كل الحاجات دي طبعا بقت موجودة بوفرة وأسعارها نزلت. عايز أقول المبادرة دي حاجة كويسة جدا وملحوظة جدا في كل الماركت اللي احنا فيه، أسعار فعلا نزلت في حاجات كتير. تعكس هذه المبادرة السعي الدائم من وزارة الداخلية نحو المساهمة في تخفيف الأعباء الحياتية اليومية عن كاهل المواطنين، بخاصة احتياجاتهم الأساسية من السلع التي توفرها المبادرة بالأسعار الملائمة التي يستطيع من خلالها المواطنون الحصول عليها. وقد حرصت الأفرع المشاركة على الإعلان بصورة واضحة عن تخفيضاتها بلافتات خارجها أو وضع الأسعار على المنتجات قبل وبعد التخفيض، ما يدفع آخرين وفقا لآلية السوق تخفيض أسعارهم والمستفيد المواطن. المبادرة ممتازة والأسعار كويسة جدا وكل حاجة متوفرة، ونتمنى أن هي تستمر أكثر من كده. لقينا فرق كبير في الأسعار، ملحوظ وانخفاض والسلع متوفرة. في حاجات كتير جدا نزلت أسعارها زي الرز وزي السكر، وكل الأسعار نازلة كلها بشكل ملحوظ. ولإتاحة المعروض بصورة أكبر فقد قامت مديريات الأمن وبالتنسيق مع تجار الجملة والسلاسل التجارية بتوفير منافذ متنقلة تتحرك باتجاه الميادين الرئيسية بالمحافظات محملة بكميات كبيرة من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطنون لضمان استفادة شريحة كبيرة منهم، بينما أقيمت شوادر ومنافذ ثابتة بالميادين تم توفير هذه المنتجات بها، مع تأكيد على تواصل فعاليات المبادرة حتى تستطيع أعداد كبيرة من المواطنين الاستفادة منها. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم من جديد. مين فينا ما تابعش على مدار السنوات القريبة اللي فاتت اللي بيحققوا شبابنا وأطفالنا في الدورات البارالمبية، والأداء المشرف جدا ومشاركة الإيجابية جدا في منتديات الشباب، وربما أخيرا وليس أخيرا في احتفالية قادرون باختلاف ودلالات ورسائل مهمة جدا، سواء فيما تفضل به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو في إفادات هؤلاء الشباب أنفسهم، رسائل إيجابية جدا لعل أبرزها هو التمكين بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وأيضا الحقوق، المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص وغيره وغيره. الحقيقة هتكون فرصة لنا خلال أول وقفاتنا الحوارية نحن نتكلم عن المزيد حول هذا الموضوع وكيف يمكن أن يدمج
هؤلاء من ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، ذوي الهمم كما يصطلح عليهم، في المجتمع المصري بشكل أكبر وأفضل في الفترة القريبة القادمة بإذن الله. وبصحبتنا في هذه الوقفة الحوارية الأولى في من القاهرة السيد هاني محمود، رئيس الاتحاد المصري للأولمبياد الخاص ووزير الاتصالات سابقا، ده طبعا بالإضافة أيضا إلى متابعة حوارية تانية هتكون هي التتويجية لحلقتنا مع حضرتكم النهاردة عن دور الجالية المصرية في التنمية، وأيضا إرسال أيضا كثير من رسائل لدعم الثقافة المصرية وإيصال المزيد من الحقائق حول طبيعة ما يحدث في مصر إلى الخارج. معكم وأول وقفتنا الحوارية بعد هذا الفاصل في من القاهرة، كونوا معنا.